السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم. جايب لكم النهاردة مفاجأة مش باينة خالص في الشاشة اللي قدامنا، ولا انتوا عارفين انا بعمل ايه وايه اللي غريب في الحلقة دي اطلاقا. ازيك يا دود؟ انا مش هعمل مقدمات خيبانة يعني، خلينا نتكلم. ازيك يا برنس؟ ماشي عامل ايه؟ سعادة، مبسوط جدا اني معاك. وحشني جدا جدا جدا. الله يسعدك. انت كيف الدنيا؟ انا تمام الحمد لله. احنا في القاهرة، مش في السعودية، مش في جدة. المرة دي براء هو اللي ضفنا، واهم سؤال كنت عاوز اساله له، او الحاجه اللي احنا عاوزين نبتدي نتكلم فيها اساسا، هو انت ضيفنا ليه بقى اصلا؟ ضيفنا في القاهره. بتعمل ايه؟ اول حاجه بس تعقيبا على كومنتات جاتني في الفيديو اللي فات، التاتو ده مش حقيقي. اوكي، لانه هو ده سبب برضه وجودي في القاهره. انا بعمل فيلم هنا في القاهره، فيتشر فيلم لقصه سعوديه، بس بتتعمل في بلاتوهات واستديوهات مصريه بفريق عمل مختلف من العالم العربي. قصة سعودية أنا عارفها بس مش هنقولها. هو أنا المفروض أبقى عارفها أصلاً؟ يعني هي مبنية على رواية قديمة. لا بس أنا خايف إن أنا أكون بوظت التصوير دلوقتي. هو إز إت فاين إن أنا أبقى عارفها بس ما نقولهاش؟ كيف إز إت فاين إنك تبقى عارفها بس؟ إن ترمز أوف يعني سيكريسي وحاجات بالطريقة دي؟ لا عادي، يعني إحنا مش هنقول للناس هي أنهي قصة وإيه الموضوع. لا طبعاً. بس إتس فاين الناس تعرف إن أنا عارف. طبعاً. كمان من أنواع الأرنبة اللي أنا يعني. يس 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 طبعاً. فقصة سعودية لنا تقريبا شهر دحين في القاهرة، and it's going well يعني الحمد لله. طيب السؤال المنطقي جدا، لو هي قصة سعودية بتصوروا في مصر ليه؟ لأنه في العالم العربي كله ما في infrastructure وبيس لصناعة الأفلام، manpower وقدرات إنسانية وقدرات مادية ومساحات وناس فاهمة وخبرات زي في مصر. والمشروع ده سكيله شوية كبير حقيقة. الحجم ما يتعمل لسه، ما في قدرات تعمل فيلم بالحجم ده في العالم العربي في أي مكان غير مصر. فهو فيلم حجمه كبير، نطاق الإنتاج بتاعه واسع، وفي تعقيدات، ما هوش مشروع سهل يعني. لا مجاميع بقى وفيجوال افكتس وحاجات يعني مستوى حجمها كبير، مستواها الفني طبعا الله يريد خير ان شاء الله. انت دورك ايه؟ مش قصدي تفاصيل الدور، قصدي حجما. انا البطل، مين كاركتر في الفيلم. دوري بقى مش حق. ما تحطنيش في، انا ما ينفعش تقول، بس احنا عاوزين نوضح للناس ان انا يعني صديقي براء، مش اللي هو نظام في دور مساند في الفيلم، مش هيظهر في الحلقه اللي ما اعرفش كام. هو فيلم اصلا مش مسلسل، سوري انا اسف. ده بطل الفيلم، فيعني ما احنا ما بين صحابنا مش اي ناس، عدم المؤاخذه عشان تعرفوا بس. طيب النقطه المهمه قوي، براء، انا اعرف براء من فتره من خلال اليوتيوب، واتقابلنا لما انا اخر مره كنت موجود في جده، يمكن تكون اخر مره. فانا اعرف براء بشكل شخصي، واتشرف بان احنا اصدقاء، ولغايه قبل ولا حتى بعد شمس المعارف، يعني لغايه لما عمل شمس المعارف انا كنت تحت الانطباع ان براء ما كانش بيعد نفسه انه هيبقى ممثل، وتصورت ان المشروع بتاع شمس المعارف نفسه حاجه عابره كده، يعني فرصه جت ان هو يعمل حاجه مع الشباب صحابنا اللي احنا عارفينهم، فارس وصهيب والناس دي، وان اللي هو بيحضر نفسه ليه حاجه ليها دعوه اكتر بخلف الكاميرا مش امام الكاميرا. انا كنت متصور ان هو بيعد نفسه ان هو عاوز يبقى مخرج، ده من خلال كلامنا يعني والحاجات دي كلها. فايه اللي حول البوصله؟ فعلا انا اللي انت قلته ده فعلا صحيح. انا كنت نفسي اشتغل على الكتابه والاخراج بشكل اخص، وحاسس نفسي هناك، يعني حاسس نفسي بفهم هناك اكثر. والى الان انا بشوف نفسي ممثل هاوي وبحاول، بس الحمد لله رب العالمين بعد شمس المعارف بدات تجيني فرص حلوه، وبدات تجيني اتصالات على، ما حدش بيقول لي تعال اكتب او تعال اخرج، كله بيقول لك تعال مثل. فقلت احنا لسه في اندستري في السعوديه لسه يا هادي بيبي، بتقول يا الله. فكون انه بتجيني الفرص هذه قلت ليش لا، خليني اتعلم، لانه كممثل انا مره في وسط الدائره الكرييتيف، مش في يعني مع المخرج مع الدي بي مع الكاتب، فبتعلم كثير، وفي نفس الوقت ببني علاقات نتورك جوا الاندستري مره حلوه حتفيدني حتى لما حشتغل ككاتب او مخرج، بالاضافه انه فلوس حلوه.
فلوس جميلة. آه. انا من كبار المعجبين بالفلوس. حتى انا يعني صاحبتي كويس كده. طيب انت مش خايف ان الدنيا تسحبك اكتر من اللازم، ولما تحب تروح للحاجة اللي انت بتحبها تلاقي ما عادش في وقت، ما عادش في طاقة، ما عادش في الحاجات دي كلها؟ لا ما عادش في وقت، انا 20 سنة هقعد. لا هي كلها لا لا لا، مش قصدي وقت في عمرك يا باشا، ربنا يديك طول العمر. انا قصدي انك تلاقي نفسك متداخل في مشاريع متتالية لدرجة انك فكرة انك عاوز تطلع هرم الكتابة او هرم الكرييشن من اوله يبقى شيء مرهق بالنسبة لك او متعب. خلاص بقى ما انا بقيت ممثل ومطلوب وافلامي ناجحة وترشحت للأوسكار مرتين وكسبت جائزة البافتا عن فايه اللي يخليني اروح اعمل كده؟ يعني اول شيء من بقك لباب السماء. تاني شيء اعتقد انه الممثل لو حيبدأ في الهرم سواء كان كتابة او انتاج او اخراج ما حيبدأ من الصفر، لانه هو زي ما قلت لك انفولد في فانا دلوقتي لما باخذ كورسز ولا وركشوبات في الكتابه بتساعدني اقرا السكريبتات اللي بتجيلي. لما بقرا السكريبتات اللي بتجيلي بيساعدني اشوف ثغرات وهوز تعلمني كيف لما اجي انا اكتب ماي اون سكريبتس. فالهرم التعلمي مش هنبدأ من البدايه بس، وبالعكس شايفها يعني مش وظيفه، ما فيش حد والفورس مي اني حقعد البروجكت ورا الثاني. انا ممكن في اي لحظه اقول خلاص شكرا، انا حقعد في البيت الشهرين دي ما اعمل شيء غير اني اكتب ولا اجهز مثلا تريتمنتس ولا حاجه اخرجها. فممكن الجلامر والهذا والفيلم ورا فيلم شويه تسحب الواحد، بس حقيقي ماي باشن از خلق من الصفر، انك تخلق عالم، تخلق، تكتب، تعمل حاجه، يو بورتري مخك. بس برضو تمثيل حاجه حلوه، يعني انا بكتشف كل يوم وانا في الست انه كمهنه مثريه جدا على المستوى الشخصي، وبتعلمك كثير كانسان كيف ترجع تكتب ازاي. يعني اول شيء اللي احنا بنعمله كتمثيل لما بتعلمك كيف تكون vulnerable، اللي هو بتفتح نفسك انه عادي تتهزع، عادي تزعق، عادي تبكي، عادي قدام الناس، عادي الناس تشوفك في مناطق ضعف حقيقية مش بتمثل الضعف، عادي انت من جد تستشعر الضعف، تستشعر الأبس واللوز، فبتخليك كده انسان اكتر، بترهف احساسك. ناهيك عن انه الاندستري نفسه احنا بنترك اهالينا وبيوتنا والاماكن اللي احنا عايشين فيها فور 2 مانس 3 مانس، وبنعيش مع عوائل جديده احنا بنخلقها لنفسنا. حتى في حاجه، في ظاهره اسمها بوست شوتينج ديبريشن، هذه معروفه عند كل الفيلم ميكرز، اللي هو بعد اي شوت لاي فيلم يجي له اكتئاب، لانه انت اوريدي عايش مع عيله جديده لشهرين ثلاثه بتشوفهم كل يوم لمده 14 ل 16 ساعه، فبتتعرف على ثقافات جديدة، ناس من باك جراوندز مختلفة، وللأسف بعدها تضطر تسيبهم مشان تروح تتعرف على عيلة جديدة. فمرة بتضيف لك كإنسان، غير إنه طبعاً الناس دي مش بس الصنايعية، لا، في حتى المفكرين، اللي هو لما أنت تعيش مع واحد كاتب وواحد مخرج لفترة طويلة من الزمن أنت بتستسق منه، وبعد كده هتروح مع كاتب تاني مخرج تاني. فتصور انه القرار لو يوم رجعت قررت عاوز اكتب من جد ما حبدا من الصفر، حيكون اوريدي في شوط اتقطع. انت قبل ما تخوض تجربه التمثيل اكيد كان في بعض الافكار وبعض المشاريع اللي ممكن تكون شرعت في انك تكتبها بالفعل كمان. بعد ما خضت التجربه تقييمك لمحاولاتك الاولى بقى ايه؟ هباب يا مان. يا ساتر. للدرجه دي؟ لا، مفيش تجربه مريت بيها كانت بتقول تنوات لعيب لا 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 بتقول. انا ما كتبت دراما اصلا، يعني ما كتبت حاجه دراما، يعني جربت اكتب شورت مره، كتبت مره شورت، وفي شورت ثاني جربت اكتبه وما كملته. اوكي. والباقي اللي كتبتها اعلانات، فالاعلانات هباب، كانت هباب يعني، اللي هو الكلاينت عاوز كذا فخلاص لازم تسلم وخلاص. ده وضع الاعلان قانون. ايوه، بس حتى دراما لما جربت اكتب شورت شويه شويه شويه، وجودك على في اللوكيشن يوريك. انا مره مبسوط كمان اني في مصر، عشان ده اقصى ما اقصى قدره انتاجيه عربيه ممكن تشوفها. يعني انت ممكن في السعوديه تشوف تقول عشان بس معليش في السعوديه ما عندنا صناعه، بس انا دلوقتي في الصناعه. فالان انا لو عاوز اكتب حاجه حكتب بال with the awareness اني عارف دي حتتنفذ، هل في عندنا
قدرة إن إحنا ننفذها بالشكل اللي أنا متخيله ولا لا. فوجودي في الصناعة دحين بخليني أشوف مثلا اللي أنا كاتبه وأنا ملايك يا حبيبي عامل فيها نولان، لا ده مش ده ما يتنمعي حيتنفذ في هنا. كنت محتاج أفكر أكبر، هنا محتاج أفكر أصغر بالضبط. فهذا اللي فالوجود في اللوكيشن مفيد جدا حتى على الكتابة، إنك تكتب أشياء معقول تنفيذها وتطلع، لانه الناس بتقارننا الان مع تصرف. اعتقد انه كل ماله، وحتى انا وانت كنا بنتكلم انه كل ماله الناس حيقل تعاطفها مع كونه انت عربي وكذا. سوري عادي كذا في الريك وبس يا جماعه. يعني زي ما انتم شايفين استاذ محمود مشغول بقى، بس زهرة القنب دي اللي يعني انا هلكوني على التاتو دوبي تذكرت لما شفت الفريم انه علي. كفروني يا مان، كفروني على التاتو. توصلت هناك خلاص بقيت ممثل، اعوذ بالله، اعوذ بتاتو وسلسله، اعوذ. كفروني في التعليقات. هو انا لو دلوقتي حطيت عليه شويه ميه حيروح. كنا بنقول انه الناس خلاص ما عاد حتتعاطف وتقول ده ولدنا ده عربي معليش نسامحه. لا خلاص خلاص. بعد ايه خلاص يعني عملنا يعني في اوريدي تجارب تثبت انه نقدر نعمل حاجه مش واو بس نقدر نعمل حاجه افريجلي كويسه. طب هو وراء الطبيعه مثلا انا بالنسبه لي يعني افريجلي كويس ما تعرف بصوره في الازرق واحد رغم اختلافي والثاني ورغم اختلافنا الكبير. خلينا اصحابه حلوين لا بس بقول لك انه تقنيا اوكي افريج يعني تقنيا افريج مو مش ايوه بس احنا تقنيا افريج بقالنا قد ايه صح فتره طويله. يعني هو احنا هنقعد نتعلم لحد امتى وهنقعد دايما بنتحجج بان احنا لسه بنبدا؟ يعني انا مش قصدي ان احنا لازم نبتدي نحط الناس تحت مقاييس حكم عنيفه قوي، بس في نفس الوقت حجه ان احنا بنتعلم مش هتفضل تنقذنا كل مره، لان لو في سكيل معين احنا مش قادرين عليه ومهما مشينا فيه بنرجع تاني نلاقي نفسنا ما مشيناش خالص. يعني الـ اي صناعه، حتى مش هتكلم عن السينما بالتحديد، اي صناعه من اي نوع الواحد بيبتدي فيها في حاجه اسمها الرواد، وبعد كده في حاجه اسمها المطورين، وبعد كده في حاجه الناس اللي بتحصد بقى نتيجه الكلام ده كله. احنا بقالنا كتير جدا في مرحله الرياده. انا اول واحد بعمل، انا اول واحد بجرب، انا اول واحد بعمل ما اعرفش مين. طيب مين بقى اللي بنى حاجه ينفع نطور عليها بعد كده علشان بعد كده نبنيها؟ لان انا من الناس اللي كنت متعاطفين جدا مع صناع كتير ومع مبدعين كتير بيجربوا حاجه لاول مره، وبعدين اكتشف ان كل مره بيعملوا حاجه بيجربوها لاول مره. طب التجربه الاولى دي امتى هتتطور عشان تبقى تجربه ثانيه او تجربه ثالثه؟ او نبتدي نتكلم في المقارنه. والنقطه الثانيه المهمه هي المقارنه دي مفروضه علينا ولا احنا اللي بنفرضها على نفسنا؟ مقارنتنا مع الريفرنسز العالميه ياس مفروض علينا باي ديفولت. خلاص الناس صار عندها اكسس على كل حاجه، لايك يعني ما هتقدر يعني ما هتقدر تجيني وانا بشوف سترينجر ثينجز ودارك وعلى بضغطه زر وتقنعني انه ده احسن حاجه تقدر توصلها. لا الناس وصلت ابعد من كده. طب انت دلوقتي وانت جوه الصناعه ما بتحسش، عشان ده انطباعي، ومع ذلك انا عمري في حياتي ما وقفت جوه استوديو فما اقدرش احكم على دي، بس اللي بسمعه دايما بيديني الانطباع اللي هقوله لك ده. احنا اللي بنفرض المقارنه على نفسنا بان دايما لما بنيجي نطبق اي فكره بنجيب لها ريفرنس من بره. انا سمعت عن جلسات، ما حضرتش جلسات، بس سمعت عن جلسات عمل لما في اي حد في الدنيا بيطلع بفكره وما عندوش ليها ريفرنس بيعامل معامله المخرف. ايوه بس احنا نقدر نتكلم انا وانت ده الموضوع ساعات انه هل هو صح ولا لا، لانه انا بالنسبه لي يس ما في اي شيء في الدنيا يعني الان خصوصا في السينما ما احس في شيء بيورلي اوريجينال. لازم حتكون استفدت من حاجه عملت قبلك، لازم حتكون بدات من حيث انتهى الاخرون in a way or another. على مستوى الفاونديشن ولا على مستوى الاند برودكت؟ لا على مستوى الاند برودكت كمان. ايوه انا مش عارف لو انت قصدك على مستوى الفاونديشن، قصدك على يعني قصدي ان لو في حد شاف مشهد مطاردة القطر في ذا لون رينجر على سبيل المثال،
مشهد عبقري رغم ان الفيلم مش حلو، بس المشهد عبقري. وجيه قال لك انا درست المشهد ده، انا كصانع كمدير تصوير كمونتير كمعرفش مين، درست المشهد ده وحاولت اوصل لبعض التفاصيل التقنيه اللي جواه، عرفت حاجات عن الكاميرا، عرفت حاجات عن التكنيك اللي استخدموه في السينكرونايزيشن، عرفت حاجات عن الطريقه اللي عملوا بيها الفيجوال افكتس بتاعت القطر اللي بيقع من ارتفاع جامد وكلام زي ده، عرفت ازاي جوني ديب بان بنفسه ما كانش ستانت مان وهو على وشك انه يقع من على القطر والكلام ده كله، وعاوز اعمل حاجه عاوز استخدم فيها التقنيه الفلانيه اللي في المشهد ده علشان اطبقها عندنا لاول مره، او عشان اقدم بيها فكره مختلفه، مش هقول تماما، هقول الى حد كبير. ده في تقديري الشخصي مقبول جدا طبعا، لانه بيبين ان انت درست وحللت واستخدمت خبرتك ووصلت لحاجه وبتطور عليها علشان توصل لحاجه افضل وكلام زي ده. لكن انا عندي مشهد مطاردة وعايز اعمل زي مشهد دالون رينجر، ده ريفرنس مقبول؟ قصدك انه يعمل كوبي بيست؟ هو مفيش، هو شافه زي ما انا شفته كده وعجبته الاستنتايه بتاعت الميوزك اللي مسنكه مع المعرفش ايه، وعجبته الفكره بتاعت اللي بينط من الحصان اللي معرفش ايه، وعايز يعمل زيه وخلاص. ده استرخاص، ده كسل برضه استرخاص. هل بقى احنا في الصناعه بتاعتنا واحنا بنتكلم على الريفرنسز بنستخدم او بنبقى بنقصد الموديل الاولاني ولا الموديل الثاني اللي موجود؟ لا، اللي انا شايف انه موستلي احنا بنعمل الثاني، بس ده لا يمنع انه في كم واحد في اسماء حلوه قاعده تحاول تعمل الاولاني، اللي هو اصلا وات ميكس ا دايركتور، اللي هو ايش اللي خلى ترنتينو ترنتينو، اتس ذا انفلوينس اللي جابه من اكثر من مكان بعدين حط على الصوص بتاعه. فده احس ده المود الطبيعي، ده الصح، ده الطريق الصح. ده بتشوفه عندنا يعني شويه نادر بس موجود، شويه نادر بس موجود. انا لا يحضر. انت مش شايف ابدا؟ لا يحضر، سهله قوي عندنا، عشان كده دايما الناس عندها حاجه، وانا لمستها اكتر عندي في الستريم من كتر ما بتناقش مع الناس بحريه اكتر لفترات طويله، احنا 90% من الحاجات بتاعتنا متقلده، احنا 90% من الافلام بتاعتنا نسخ من افلام تانية. انا رافض ده، مش حقيقي. بس لما تيجي تتكلم على الوحدات الاقل شويه، يعني هو الفيلم ده الصناعه دي عباره عن افلام، والفيلم ده عباره عن فصول، والفصول دي عباره عن مشاهد، والمشاهد دي عباره عن كادرات، يعني بريك داون اللي انت عاوزه. انا مش موافق ان 90% من الافلام بتاعتنا منقوله من هناك، بس في برسنتج محترم. مش موافق ان 90% من الفصول بتاعتنا منقوله من هناك، بس في برسنتج اعلى شويه. مش موافق ان الشوتس بتاعتنا والكادرات بتاعتنا والمشاهد بتاعتنا منقوله من هناك، بس لو هتقول لي 80% ممكن ابتدي اوافق. ان اي فكره فيها تحدي للمألوف من عندنا سهله قوي تلاقي لها ريفرنس مشابه ان لم يكن متطابق مع حاجه معموله بره. هل ده انطباعك ولا لا؟ يا اتفق الى حد كبير فعلا، حتلاقي دائما انه يو كان ريليت لحاجه معموله برا. اكشلي يعني انت حتتفاجئ في اشياء احيانا بسمع استوديوهات كبيره 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 بيجوا they hire بيستاجروا كتاب او مخرجين بيقولوا له اسمع ده تركي عايزين نعمله عربي حرفيا كده، او ده بوليوود عايزين نعمله عربي، وتشيز بتصير برضه في يو اس بس مش بالطريقه الـ يعني هم في النهايه يبغوا شيء تجاري كوميرشلي فيزبل، شيء يبيع، فده اوريدي ضامنه انا انه هو باع في المانيا ولا باع بيعملوها وبيعملوها بارخص الطرق اللي ممكن تتصورها. كمان احنا عندنا التريلر التيزر اللي لسه نازله بقالها يوم او اثنين بتاع فيلم ذا جيلتي بتاع جيك جيلنهال، ده فيلم دنماركي، وانا شفته لما عرفت ان في حاجه بالطريقه دي، وانا انصح الناس كلها تعمل كده على فكره يا جماعه. لما تسمع ان في فيلم امريكاني انجليزي او حاجه بالطريقه دي معمول ريميك لحاجه اوروبي، اجري اتفرج على الاوروبي بسرعه، صح؟ لانه ده يعني لينا احنا بقى، انا بتكلم عن المصلحه البراجماتيه بتاعت المشاهد، انه فيلم حلو فشخ، دي اهم حاجه. لهم ما دام قالوا الفيلم ده احنا لازم نعيده يبقى هو فيلم حلو فشخ، صح. والحاجه الثانيه ان مهما امريكا هرت ونكتت عمرها ما هتطلع فيلم حلو زي الفيلم الاصلي. اتفق مليون في المية. زي ما حصل في اولد بوي، زي ما حصل في حاجات كتير قوي، يمكن الاستثناء الوحيد اللي بيحضرنا كان ذا ديبورتد، لان هو ما نقلش انفيرنال افير فريم باي فريم وشوت باي شوت، هم كانوا جزئين وهو دمجهم خلاهم جزء واحد وعمل منهم حاجه فيها لمسه فعلا، فيها حاجه مختلفه. نعم لا، هذا ريفرنس، هذا انفلونس، يعني اخذ الفيلم، اخذ روح الفيلم بس عمله وذ سكورسيزي صوص. فاتفق معك، بس مره حلو الموضوع ده، اللي هو من جد قد ايش you get influenced وقديش ممكن توصل لمرحلة تكون حرامي، انك سرقت ف
فهي مش اي ثينك هو تجمع تراكمي للمعلومات وللتعرض يصنع الفيلم ميكر، ما هو تجمع تراكمي مش حاجه واحده شفتها وحاعمل زيها، دا يبقى كسل وسرقه. بس لما انت من جد تراكميا قاعد تبني تبني، هنا تبدا يصير عندك your own style ولا لونك. يعني انت شايف ان ده ممكن يحصل عندنا؟ يعني انا مش متابع زيك باي ذا ويف، عشان كذا الريفرنس يعني عربيا ماني مره كثير متوسع، بس انا شايف مثلا في السعوديه في شباب صغار بادئين تحسوا او حلو، تلاقي في الفيلم الواحد تلاقي اوكي دي حاجه سكورسيزي، دي حاجه ادجار رايت، دي حاجه، فتلاقي في اكثر من حاجه في فيلم واحد. فام لايك اوكي على الاقل بيحاول يلاقي نفسه وذين كل الحاجات اللي عجبته، ومش مطلوب منه ان هو يلاقي نفسه في اول تجربه ولا في ثاني تجربه ولا في ثالث تجربه، بس شكرا شكرا ايفنتشلي لازم يبقى لك بصمه. أيوة. خصوصا لو بقى عندك تاثير. بس ده انا بحس ان العكس ده اللي بيحصل وخايف عليك من الموضوع. ومن زمان بيصير صح، يعني من ايام انا فاكر من ايام يعني let's say أفلام إرهاب والكباب والأشياء دي، هل كان لها ريفرنس أمريكية واضحة مأخوذة منها على مستوى ولا concept كانت original؟ على مستوى الكونسبت الفكرة العامة بتاعت الانترابت تيرورست ديت اتقدمت كتير كتير صح، في مات سيتي وفي بتاع وحاجات بالطريقة ديت، رغم اني حتى مش فاكر مين فيهم كان قبل مين، بس الفكرة نفسها حتى انا كنت موجود ساعة لما الارهاب والكباب اتعرض، واول لما عرفنا الفكرة بتاعته لما ابتدينا نسأل ايه الفيلم الجديد بتاع عادل امام وكلام زي ده، قالوا لنا الفكرة ما حسيناش انها اصلية، ما حسيناش انها جديدة، بس لما اتفرجنا فيها رسخت بعض المشاهد وبعض الافكار اللي اولا اي مشاهد عمره في حياته ما شاف لها مثيل في حاجه شبهها، وثانيا فضلت موجوده في الذاكره للابد. فكره الـ 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 فلسفه الارهاب والكباب عموما ان بارتيكولر في المشهد العبقري بتاع الاغنيه لما قرروا انهم يعملوا هتاف في الارهاب الكباب الكباب لما خلي عشبكوا هباب، دي كانت بتاعه المواطنين الغاضبين على الارهابيين واللي ما لهمش صوت يدافعوا عن حقوقهم قصاد الحكومه رغم ان هم ليهم حقوق، ولما الموضوع وصل للتفاوض في وجبه ممكن يحصلوا عليها الوحش اللي جواهم خرج بالمزيكا بتاعه مودي الامام في الخلفيه في اللحظه اللي دخلت فيها، ده دي ممكن جدا نقول عليها لمسه شريف عرفه، وترسخت من كتر ما عملها قبل كده ومن كتر ما عملها بعد كده، بقيت فاهم ان لون الشاشه ده بتاع شريف عرفه، ان المزيكا بتاعه مودي الامام لو ظهرت على الشاشه اول فكره بتيجي على في دماغك شريف عرفه، ان الميكس العظيم ما بين الدراما والكوميديا وخصوصا لو الوش اللي قدامك فيه هو عادل امام مخك بيجري على طول لشريف عرفه. صحيح. الدنيا بقت بتتحسن بالشكل ده. هل ده ينفي عن شريف عرفه ان هو في الاول كان بيحاول ان هو يدمج مدارس مختلفه؟ ما اقدرش احكم على ده، بس وارد. الحاجات اللي اقدر احكم عليها واحد زي محمد خان مثلا مدرسته في البدايه كانت اوروبيه بامتياز. يس. الكادرات بتاعته الميل الدائم لانه يصور في الشارع وكل ما تبقى جريمر جدا يس. كل ما تبقى جرم وكل ما تبقى مظلمه اكتر وكل ما تبقى صادمه اكتر وكل ما تبقى عيا اكتر هو بيدور على ده، وبعد كده قلب ده لبصمته الخاصه ولمدرسته الخاصه وعمل لنفسه تاريخ. يوسف شاهين مش بريء ابدا من انه في البدايه برضه كان تأطر الواضح بالسينما الاوروبيه، او حتى من اللي احنا قريناه ومن اللي احنا نعرفه عن سيرته هو كان عنده هوس بان هو عاوز يثبت نفسه وسطهم. صح. هو عاوز يبقى واحد منهم، ده الهدف الرئيسي اللي كان بيدور عليه. بس برضه مع التجارب ومع التاريخ ابتدى يلاقي نفسه لون بصمه حاجه بالطريقه دي، ودي برضه على المستوى الابداعي هتلاقيها في اي حاجه في الدنيا. انا بس دي ما بتحصلش دلوقتي في الزمن ده بنفس ال بتحصلش. احنا لغايه دلوقتي بنتعامل مع الناس زي ما يكونوا في تجاربهم الاولى، حتى اللي عملوا 6 و7 افلام. يعني احنا من فتره قصيره برضو في الستريم كنا بنتناقش على ان في مخرجين خرجوا، انا بقول بدعي يعني ان هم خرجوا من اطار المخرج الجديد اللي احنا يجب ان ندعمه للمخرج المسؤول والمؤثر اللي احنا المفروض نحاسبه وعلى توقعات، فيجي لي بالظبط فيجي لي الرد هو كل اللي عمله 5 افلام. في مخرجين بيصنفوا ما عملوش 3 4 افلام وبيصنفوا كاساتذه اللي هو نظام حاجه فوق قوي قوي. تيرنس مالك دوت لغايه لما بس مؤخرا ركبته الصرعه ابتدى يحس انه قرب يموت فلازم يشتغل. تاريخه كله كان مبني على 2 3 فيلم. صح. ف حته ان الواحد يخش جوه العجله والعجله تقعد تدور بيه ويفقد الشغف ان هو يلاقي لنفسه صوت مختلف او حاجه مختلفه وينقلنا من خانه التجربه الاولى لخانه التطوير، انا ما يعني مش عايز اقول لك ان انا خايف على السينما العربيه منها، انا ابتديت افقد الامل في السينما العربيه فيها.
ما اقدر الومك. واكشلي توقعات المفروض تكون زي ما في هذا الرينج، يعني لا احد يتوقع اكثر. وهذا الحين اللي حقول لك اياه موضوع ثاني ممكن نعمله فيديو لوحده، بس اللي هو انا شايل هم الملامه والاصابع اللي حتتوجه لي لو طلع، لو الافلام اللي انا بعملها which is وارد جدا تبان بالطريقه هذه. لانه الموضوع اللي بشرحه انه قد ايه احنا ترى تولز كممثلين، احنا تولز فقط، ما عندنا ذاك على هذا يا او حتى يعني ما وصلت لمرحله اللي هو في الكونتراكت حقي اقول انا يكون لي مثلا انبوت على السكريبت ولا مش عارف ايه لسه. فوارد جدا انك حتشوف براء يعمل اشياء انا مش مقتنع فيها، بس ان اوردر اني انا اتعلم وان اوردر اني انا اجرب واغلط لازم اكون في ذاك المكان. ومش عارف، طب انت شايف ان ايه يعني ما اصل انا مش عايز اخوفك، بس العواقب على حاجه بالطريقه دي بتبقى وخيمه. الممثل الشاب اللي عمل عملين ثلاثه اربعه ما كانش ليه فيهم قرار وكان بيدور على اي فرصه للاكسبوجر، والفرص اللي جات لك للاكسبوجر الحمد لله يعني فرص مش بسيطه. انت مش باكتشفناش براء في الشوط في فيلم في مشهد في فيلم، انت بسم الله ما شاء الله تاخد ادوار كويسه ربنا يوفقك يعني. بس لو الادوار دي لا قدر الله استقبالها تم نسبه لاي حاجه سلبيه، واحنا نتمنى ان ده ما يحصلش، انت مش شايف ان ده ممكن ياثر سلبا على فرصك في انك تشتغل اكتر في المستقبل؟ طبعا، لغايه لما توصل لمرحله انك تبقى صاحب قرار. طبعا طبعا، ده الريسك ده موجود وباخده في كل توقيع وفي كل بروجكت ده موجود. بس برضو في حته اللي هو الدومي مهما كانت الثغرات والاشياء مش كويسه، انا هعمل نفسي وحترك حتى لو كان الببليك او الجمهور العام حياخذ بس باللي وجهه على البوستر او اللي وجهه في الفيلم وحيحكم علي انا وحيلومني على كل ما اثار ازعاجه، حيكون برضو ثقتي في الصناعه نفسها انها تعرف انه على الاقل انا سويت اللي علي. حتى لو تاثر اللي انا سويته بالباقيين وطلع افريج ححاول انه يكون كويس، وده ان شاء الله حيأهل انه يكون في فرصه بعدها وفرصه بعدها. طب حنقلك من خانة الممثل للخانة الأخرى اللي أنت عاوز تروح لها في الجانب الإبداعي، وزي ما أنت قلتها الكتابة هو ده المدخل اللي أنت بتدور منه. أنت بقى مش خايف من إنك، أنا آسف والله إن أنا عمال أظلم لك الدنيا يعني، لا لا أنا بعمل كده ولا بعمل كده؟ هي ظلمة، هي ظلمة، هي ظلمة، أنت هتظلم أكتر من إيه. طب أنت بقى ككاتب مش خايف ان تاثيرك، يعني هقول لك حاجه، الممثل الاول واخيرا بيطلع قدام الكاميرا فيليب سيمور هوفمان الله يرحمه كان ليه مقوله بحبها جدا، قال لك اي واحد صديق نيويورك ولا هو بس ما كانش بيتكلم على الدور ده بالتحديد. أوكي. كان بيتكلم بشكل عام على ان انا لو موجود في فيلم مش حلو وانا عارف ان هو مش حلو بعمل افضل ما عندي وده هيحركني لقدام ما تروح. شو اسمه؟ هو قال لك الترمينولوجي اللي استخدمها يعني قال لك ما دام انا موجود في اوضه واحد تاني اللي دفع الايجار بتاعها يبقى انا هعمل افضل حاجه عندي وده هيساعدني ان انا اتحرك لقدام. صح. وده لانك عندك ادوات ابداع منفصله مهما كانت التحكمات اللي حواليك على مستوى الدور وعلى مستوى الاشراف وعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى الكلام ده كله، انت لسه عندك مساحه ولو قد كده عشان اعمل احسن حاجه عندك. تستخدم ايوه ادواتك انت. انت نعم. مش حاسس يا عيني بقى ان الكاتب حتى ما عندوش المساحه دي؟ لا 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 لا، ما حيقدر. ايش حيسوي في النهايه؟ ما حيمسك لساني. لا حيمسك لساني. لا يعني انا شخصيا ما بتعامل يعني في النهايه اذا في حاجه لايك يعني مثلا ليتس سي نحطها في مثال اللي هو مثلا في جمله انا عارف انها كرنج وانا انا 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 فيلم بف انا مش موديل وبقى ممثل انا بتفرج افلام من وانا طفل، فلما اكون عارف انه ده كرنج او ده مثلا اوفر اكسبوزيشن حتعامل بالطيب وبالهذا ومعلش ممكن نغير ونلعب. في النهايه لو وصلت ما حيربط لساني قدام الكاميرا ويخليني اقول اللي هو يبغاه. لا لا لا، انا مش قصدي اقول اللي انا شايفه. انا مش قصدي وانت ممثل بتنقل افكار كاتب، انا قصدي وانت كاتب بس. اوكي انت أوكي، عاوز تبقى كاتب اوكي وهتكتب مشاريع مش انت اللي بتاديها. اوكي ويمكن تكون مش موجود فيها اصلا يعني اي في يوم التصوير انت مش موجود. لا لا، انا مش دي المنطقه اللي هروح لها. مش دي المنطقه اللي هتروح لها. مش هروح اكتب كاتب فور هاير واكتب حاجه انت شفت تارنتينو ايش سوى لما كتبوا له ناتشرال بورن كيلرز؟ يس.
شفت الزعل اللي هو طلع بس في اوليفر ستون وقال لك انا هنا رايح اعمل شغل. ايه فانا ده الشعور اللي هيجيني لو انا مثلا، لان انا الكتابه والاخراج ماخذهم ماتش مور سيريسلي دان التمثيل. يعني انا مستعد امثل حاجه وتطلع فيلم، مستعد امثل حاجه عشان اجرب، بس لما ابغى اكتب ابغى احط قلبي وروحي، فما حاعطي قلبي وروحي لاحد ثاني واقعد اقول واستنى النتيجه زي يلا ربنا يستر على الفيجن حقه وايش هذا. يا اما يكون احد اثق فيه، يكون من جد صاحب او صديق او احد اثق فيه ويضمن لي انه اللي نكتبه يتعامل زي ما هو، او انه اعملها انا بنفسي. بس انه لا، كاتب فور هاير اصلا اي ثينك قليلين اللي حتى في الاندستري برا، قليلين الكتاب فور هاير اللي يكون من جد يعطوا قلبهم وروحهم، يكونوا بس اللي هو لايك هو هيز صنايعي يعرف كيف يزبط سكريبت. يا انا موافق معك في النقطه دي، بس انا يعني الفكره يا عيني ان السكرين رايترز بيصعبوا عليا جدا في الصناعه بتاعتنا بالتحديد، لان في مشاريع بيحطوا فيها روحهم وقلبهم وبيشتغلوا باخلاص كبير جدا وبيبقوا عايزين يكونوا متواجدين جوه الصوره عشان يضمنوا ان الرؤيه اللي موجوده عندهم بيتم استشارتها حتى يا سيدي، مش اتخاذها كمرجع. وفي الاخر في مليون رجل بتدوس على اللي هو عاوز يعمله ده، في مخرج وفي جهه توزيع وفي جهه تمويل وفي جهه انتاج وفي نجم ونجم تاني ونجم تالت ونجم رابع. وانا اعرف شخصيا يعني مشاريع لكتاب راح في 60 داهية، يعني اتبهدلت، الاستقبال بتاعها كان من أبشع ما يمكن وهو اللي حاسب على الفاتورة تماما. ادي ده السيناريو بتاع فلان الفلاني وادي اللي هو كاتبه وكلام زي ده، وهو ما يقدرش يطلع يتبرأ لأن ده بينهي فرصه في ان يتم الاستعانة بيه مرات أخرى. ولكن هو بحكم انه ممكن يفضفض معايا مثلا بيبقى على وشك انه يعيط في التليفون، اللي هو نظام انا ما كتبتش ده، مش دي رؤيتي، مش ده اللي انا كتبته، مش ده اللي انا كنت عاوزه، مش ده اللي انا كنت بدور عليه، ومش وانا اضعف حلقه في السلسله كلها وما اقدرش اتكلم، ما اقدرش حتى ادافع عن نفسي. وده اللي هياخدني اللي ممكن يكون عنوان الفيديو ده، او ده اللي انا نفسي نجي اتكلم فيه، اللي هو ايش اللي ينقص صناعتنا، ايش اللي ينقص سينماتنا. وده اللي حصل في 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 الولايات لفتره من الزمن لما قامت مظاهرات والكتاب كلهم وقفوا، انه الكاتب هو اضعف حلقه. أنا بالنسبة لي ده السبب رقم واحد. أكيد. إحنا حتى لو تقنياً، أقول لك حتى لو تقنياً إحنا أفرش، مصيرنا حنوصل. التقنية نفسها قاعدة تصغر وترخص وتسهل، التقنية صارت في يدي وفي يدك، فالتقنية مصيرها حتوصل، مصيرها الفيجوال إفكتس حتصير أرخص، مصير الكينج والهذا حتصير أسهل، فمصيرنا حنوصل هناك. بس كرياتيفلي وكتابياً لو ما الكاتب حس بأهميته والكتابة كمهنة نحس بثقلها وبأهمية تعلمها، مش عمرنا هنوصل. يعني أقسم بالله بقابل مخرجين written and directed by وهو عمره ما كتب، ويفكر إن الموضوع يفكر إنها ملكة، اللي هو أنا موهوب رباني. لا، دي حرفة، دي صنعة، دي حاجة زي دي رياضيات. دي نظرية حزلقوم دي، عارفها بتاعت أنا يمكن أجي أجرب أسوق يمكن أطلع بعرف. أقسم أنا معاك. تعرف المشكلة إنه بعد ما يجرب يقتنع إنه هو عرف ويقتنع إنه اللي عامله كويس. واللي يزعل كمان انه احيانا الذائقة العامة تكون نازلة لدرجة زي ما انت قلت، احيانا تكون في اسباب تانية لقان او اي شيء تحرك موضوع ما، فيبدأ الناس كلها خلاص انه لا كويس، فتبدأ انت تحس نفسك مجنون وسط زحامة انا لوحدي. وهي اللي يجنن ان هي دي السايكل كلها، ما احنا كده خلاص. يعني هو عمل طلع بطريقة ايا كانت وفي حد متحكم فيه لاسباب ايا كانت ونجح لأسباب أيا كانت، سواء على مستوى الاستقبال أو على المستوى الحقيقي للإيرادات أو على المستوى الخاص بالإيرادات اللي تم إعلانها وخلاص، لأن احنا هنطلع نعد وراه ومحدش عرفنا يعني وخلصت، ما عادش حاجة تانية، مفيش اختبار آخر. لأن من الأشياء السيئة جدا اللي بقت موجودة عندنا وأتصور إنها ممكن الناس كلها تتفق إن احنا حسنها وابتدينا نلمسها بشكل حقيقي في العشر سنين اللي فاتوا، دايما كنا بنقول ان فاضل اختبار واحد لاي عمل في الدنيا علشان يعرف هيعيش ولا مش هيعيش.
الحقيقة إن الآليات والأدوات بتاعت العرض الحالي فرضت على كل أعمال الدنيا إنها ما تعيش. ما تعيش؟ ما عادش في حاجة بتعيش. ليه؟ عشان ما عادش في تلفزيون. ليه؟ ال ال اللي أنا فاكره على قد ما وعى يعني. وحتى تلاقيها لغاية دلوقتي بتتقال في الريفيوز بتاعت الأفلام القديمة اللي بيقولك ده لما اتعرض في السينما ما حققش نجاح كبير. وناس كتير غضبت عليه وقالت ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه. بس لما نزل الفيديو والورد اوف ماوث اشتغل, ودي ماركتنج تول بجد بقى يعني, دي 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 قدام قياس نجاح مرعب. ده لا في الجن تحركه ولا في عفريت ينططه, ده يا اما الناس راحت اجرته من نادي الفيديو وما اجرتوش, دفع عليه فلوس او ما دفعش, فابتدى يجين مومنتم. وبعدين لما بقى موجود في التلفزيون بقت التلفزيونات بتحرص انها تعرضه مرات كتير, وفي كل مرة بيتعرض الناس بتقعد تتفرج عليه وتقول لك ده انا اكتشفت فيه الزاوية الفلانية واكتشفت فيه الحتة الفلانية. طيب ده ما بيصير دلوقتي الأونلاين بلاتفورمز ما بتغطي هذه المهمة؟ انا ادعي ان لا, الناس دلوقتي لما بتفتح اي ستريمينج بلاتفورم, انا ما عنديش احصائية دقيقة للكلام ده, فده كلام انطباعي مش كلام علمي علشان الدنيا تبقى واضحة, ولكن كم واحد بيفتح عشان يتفرج على حاجة قديمة وكم واحد بيفتح عشان يتفرج على حاجة جديدة؟ البرسنتج عامل ازاي؟ انت شخصيا يعني اعتقد الاغلبيه يعني حاجه جديده بيدور على جديد, ولو ما لقاش جديد بيقعد يلف يلف يلف. عارف انت الفار اللي في المصياده بتاع نتفليكس؟ احنا كلنا كده نفتح نتفليكس نقعد نلف 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 ونروح قافلين تاني. انت ضيعت نص ساعه على نتفليكس بتعمل ايه؟ بدور على حاجه اتفرج عليها, لقيت حاجه اتفرج عليها ما لقيتش حاجه اتفرج عليها. ليه؟ لان ريسنت ريليزز كلها شبه بعضها, وده مش نتفليكس بس, دول كلهم اصلا. صح صح. لكن التلفزيون حاجه تانية. التلفزيون اللي انت قاعد قدامه كنت في حوار ولا كنت ماسك كتاب ولا كنت معرفش مين, وفجأة طلعت قدامك على الشاشة شركة مصر المعرفش ايه للإنتاج, طلع قدامك اللوجو بتاع وارنر برادرز, طلع قدامك اللوجو بتاع مترو جولدن ماير, فور سام ريزن تروح اللي في ايدك بحطه على جنب, فما هيعرضوا ايه؟ انت ما تعرفش اللي اشتغل ده ايه اصلا. يمكن بقى لنا 15 20 سنه في الاي بي جي بتاع البروجرام جايد, فبتفتح تشوف اللي هيتعرض. زمان ما كانش فيه ده حتى. كانش فيه اصلا. انت ايه ده؟ تلاقي توم هانكس, يا نهار اسود ايه هيسيعوا ايه, تلاقي فيلم فيلم ابيض واسود واول اسم راح طالع بالتشكيل العربي الجميل ده اسماعيل ياسين, ايه اللي هيشتغل؟ وتلاقي فيلم اشتغل شفته مليون مره, ولكن لو فيلم حلو بجد او بيلفت نظرك بجد بتروح سايبه وقاعد تتفرج عليه تاني. ده اللي بيكسب الافلام السمعه بتاعت صمدت امام اختبار التاريخ. هل انت يحضرك فيلم اصلا مهما كان عظيم, وانا ممكن اتفق معك ان هو عظيم, من الاصدارات بتاعت اخر 7-8 سنين عاش؟ اعتقد نعم في حاجات بتعيش يعني من 2014 انا اقدر اعد لك كذا فيلم يعني بالنسبه لي عايش, بس ما اعرف اذا انت قصدك عاش يعني الناس لسه بتتفرج عليه لغايه دلوقتي, الناس بتروح له بكثافه, بتكتشف فيه انجلز جديده يعني ايوه يعني من يعني اكيد تلي مثلا افلام نولان اللي في النص دارك نايت وانترستيلر وهذه لسه بتتعرض وبتتشاف. دول استفادوا كتير من الفتره بتاعت ان كان لسه في التلفزيون. استفادوا, كانوا بيتعرضوا كتير على ام بي سي 2 والناس بتقعد عشان تتفرج على ام بي سي 2 والكلام ده. انا ادعي ذلك. صح صح. انا لسه انا عموما انا انترستيلر لسه بشغله على ستريمينج يعني, احيانا اشوفه بشغله بيكوز اتس ان اكسبيرينس. دونكرك على الجانب الاخر ولا اي حاجه؟ ايوه بس هذا مش انا بالنسبه لي عشان لانه الفيلم مش عظيم. انا شايف ان الفيلم حلو بس ما عليه. حلو حلو بس مش عظيم لدرجه انه يخوض اختبار التاريخ وينجح فيه. او عمرنا ما هنعرف. ذا ايرش مان ما حدش بيروح يتفرج عليه. لسه لسه ايه؟ لسه ما نقدرش على زمن عشان وهو ايه المقياس؟ ما هو دي النقطه اللي انا بتناقش فيها, هو انت ازاي هتحكم؟ فعلا ما عاد في ازاي هتحكم؟ ازاي هعرف اذا كان الفيلم ده صمد امام اختبار الزمن ولا لا؟ انا بقول لك ان المقياس ده اللي كان في تقديري الشخصي من اهم مقاييس نجاح اي فيلم في الدنيا انتهى. الناس دلوقتي لما بتفتح منصه او كلام زي ده بتدور على حاجه جديده تتفرج عليها. الحاجه المضمونه اللي فور جرانتد اللي موجوده على طول اللي بتطرح عليا المحتوى بشكل عشوائي ريدي اور نوت, سواء انا مستعد له او مش مستعد له, انتهت. ودي اللي كانت بتنصف بعض الافلام اللي بحكم الزيطه ما كانتش بتاخد حقها. لذلك الصراع دلوقتي على الافلام من منظور الصناع بقى هيعمل قد ايه في السينما؟ ساعه لما في منصه تلتقط وهتدفع فيه كام؟ لا بس بعدها عندك برضه فيور شيب ريتس.
it's not even announced. أيوة أنت ما تعرف عنها يعني إلا بعد فترة من الزمان لما يقرروا إنه. ده لما يقرروا إنهم يحطوا top 10 lists. لكن حقا الفيلم ده تشوف كم مرة. بس برضو عندك برضو word of mouth within the online community. الهاشتاجز التريلر ده كم فيو عليه في يوتيوب. الفيلم ده عمل له سبين اوف ولا سيكول ولا لا. في بعض المقاييس يمكن مقياس التلفزيون كان مقياس فعلا مهم وكبير اتفق معك، بس لسه في شويه حاجات تقدر من خلالها تعرف. يعني انا الى الان بلاقي مثلا الميمز، عالم الميمز ده لحاله بيعيش فيلم لهذا ولا يعني الى الان بشوف ميم من وانس ابون تايم من هوليوود الى، فمعناته لسه عايش في وجدان الفيور. فلسه في كم حاجه معك. بس معك. انا اختلف مع بس اتفق معك في فكره ان التلفزيون فعلا كان عامل مهم وفقدناه. حتى كان عادل امام بيقول لك ما فيش حاجه اسمها نجاح وفشل في التلفزيون، لانك عمرك في حياتك ما هتعرف. المقياس الحقيقي للنجاح والفشل هو السينما. انا بقول لك ان دلوقتي حتى دي بقت بيتم، مش عايز اقول التلاعب بيها، بس ما هو اي حد في الدنيا بيعمل اي سلعه بيحاول يسخر كل الادوات بتاعته. انا اسف ان انا بقول عليها سلعه بس ده وصف دقيق لا فعلا. كبير. لا فعلا. بيسخر كل الادوات وكل الامكانيات اللي في ايده عشان يساعد على نجاحها. نعم. وعلى استعاده او تضخيم الارباح بتاعته على الاستثمار اللي هو حاطه. نعم. الفكره بس ان الادوات بقت ادوات قبيحه جدا وبقت بريسيستنت بطريقه مفجعه. يعني انا بالنسبه لي الكامبين اللي عملته نتفليكس على ما وراء الطبيعة هو سبب نجاح ما وراء الطبيعة، مش ما وراء الطبيعة نفسه. الكامبين كان مخيف مخيف في كل مكان بيطلع لي. يعني أنا في السعودية أول مرة في حياتي أشوف، إحنا عادة ما كان يحط عندنا أصلا بانرز في الشوارع لأعمال في أفلام ومسلسلات. بانرز ده يا حليبي يا لبن يا فاكهة شربتلي. دلوقتي ما وراء الطبيعة بانر قد كده في جدة، في وسط جدة، السوشيال ميديا مش عارف ايه، الفيور الانترفيوز اللي عملناها مش عارف ايه. فده كان مره بوشينج لنجاح العمل. ان ففيها تلاعب كثير في الماركتنج تولز كيف انت بتسوي. يعني انا برضو استغربت لما رحت سيما امريكان عشان اشوف فري جاي، فلقيته عاملين مقسم لموسى الروبوت عاملين، and I'm like whoa we're there. Yeah, we are. وعاملين ال 200 جنيه قد كده وحاطينها في ال، ففي اكتيفيشن بيصير على هذا، في بيعملوا. لا انا ما عندي، انا ما عنديش اي تعليق سلبي على الماركتنج ايجنسيز بصراحه، الناس عامله شغل ازاي؟ عامله شغل صح. بس الافلام هي اللي لسه هو ازمتها في الـ في الـ يعني اللي انا بحاول اقوله ان الازمه في كل اطراف الصناعه، وان الناس تجري بسرعه قوي لتقول، لانها تقول لك لان دي كلمه درجه قوي يا براء ما اعرفش اسمها ولا لا. عندنا ازمه كتابه، عندنا ازمه افكار، عندنا ازمه ما اعرفش مين. انا ممكن اكون مقتنع بان احنا عندنا ازمه ده، بس مش لقله الكتاب ومش لقله المبدعين. ليه؟ لاعتبارهم دائما الحلقه الاضعف في السيستم. يعني المشكله اصلا في السيستم، هاو ات ستراكتشر. هو هي سبلايز سمثينج، السمثينج ده بما انك كنت لسه بتتكلم على الاعلانات، الكاتب عامل زي عيني الراجل الكريتيف دايركتور بتاع الاعلانات. بالظبط بالظبط. انه في الاخر عنده كلاينت، والكلاينت كلامه هيمشي وذر يو لايك ات اور نوت. الكلاينت هو البروديوسر، ومهما حاربت ومهما عملت، مين في الدنيا كريتيف دايركتور طلع على اعلان قال لك انا بتبرأ؟ ما تقدرش، لانك مش هتطلب تاني، مش هتشتغل تاني. لا ما تقدر. والمنتج ممكن تكون انت مش راضي عنه، ولكنه اللي سبب ما نجح. نعم. ولمقاييس عمرنا في حياتنا ما هنعرف نقيسها. ما تعرف ممثل عنده كاريزما معينه، مش عارف ايه، اغنيه معينه، تاثير بتاع ما اعرفش مين. زي ما انت قلت كده، كامبين حلوه، كامبين ساءت الناس كلها. والفيلم الصح في التوقيت الصح، ما دي ليها ناسها. نعم. البي ار ايجنسيز والماركتنج ايجنسيز والكلام دوت بيزدهروا، اعظم ازدهار في الدنيا اليومين دول، مش في السينما بس، في كل حاجه في الدنيا. واعتقد زي ما انت قلت، الجو الكلاين ده اللي عاوز حاجه في السلعه، وانا اكشلي احسه هو عمل فني لما يكون في لما يكون مستقل اندبندنت، وفي عليه كاتب بقلب وروح، مخرج بقلب وروح، ويتحول الى سلعه كل ما كبر، كل ما كبرت الناس اللي فوق، كل ما انضخت فيه فلوس اكثر والناس صارت تبغى. حزين جدا. يعني انا افتكر شمس المعارف، وعلى تجربتي متواضعه، يعني تجربه لسه سعوديه عربيه في الدول العربيه، فقارن باللي بنصير برا. في شمس المعارف كنت اقدر اجلس مع فارس قدس المخرج في الست
واقول له اسمع ايش رايك ديتين قال كذا، فيقول لي يلا نجرب ممتاز ناخذها. في المين اللي بعده انا لو قلت نغير كذا حيقول لي استنى عشان نسال الاكزيكتيف اللي قاعد جاي من الاستوديو، فنروح نسال الاكزيكتيف اللي يقول استنوا عشان انا حسال في واحد في الاستوديو، وبعد ما نرجع يقول لا معلش عشان ممكن تكون خادشه واحنا نبغى الفيلم بي جي 13. فعندك الكنترول من كذا جهه. فالكاتب كاتب مين اللي بيتكلم؟ الكاتب ده نايم في البيت اصلا، باع السكريبت وخلاص راح يشتغل على الفيلم بعد. ديف باتيستا في الانترفيوز بتاعت ارمي اوف ذا ديد كان، لان في ارمي اوف ذا ديد زاك سنايدر هو المخرج وهو دي بي، ماسك الكاميرا بنفسه. يس يعني، فكان بيقول لك دي اول مره في حياتي. ديف باتيستا بيشتغل بقاله فتره يعني عمل شغل، قال لك اول مره في حياتي ابقى ممثل وشايف المخرج. ما بيشوفوش. بيقول لك هو عاده قاعد في خيمه في حته ما كده بنسمع بس حاجات على الووكي توكي كات واكشن وعدل واعمل ما بكلمش معاه ما بيشوفوش. لكن وهو وزاك سنايدر نفسه كان بيقول له يعني انا باصص للممثل في عينه لما الاقيه هينفعل هيعيط اعمل له كده واعمل له كده واقول له تعالى نجرب دي وتعالى نجرب دي. فهم كلهم كانوا بيجمعوا ان دي تجربه ما عادتش موجوده. يا الله ما بياخدوهاش خلاص. انا في الفيلم ده اللي بعمله علاقتي مع المخرج اخف بكثير من علاقتي مع المخرج في اللي قبله، اللي كانت اوريدي اخف بكثير من علاقتي بفارس اللي كان صاحبي نخلص شغل نروح نسهر مع بعض. فهنا ال ايوه ما كان يقعد معايا، وبدات الطفل اللي جوايا كان حاسس بزعل، هو ليه مش معاملني كويس، ليش ما بيدلعني وبيعاملني كويس، انا البطل حقه. بعدين اكتشفت انه هو اصلا مش فاضي، هو عنده 3 اكزيكتيف بروديوسرز، عنده 3 استوديوهات دافعه فلوس، عنده فيجوال افكتس، عنده ديبارتمنتس، عنده اوكي عايز ينزل على كتف من على كتفه مش عايز يقعد. شكرا ليك. فهو اللي هو يعني حتى اجاباته لي مقتضبه، اللي هو لسه هشرح لك باك جراوند الكاركتر، اسمع هو الكاركتر كذا كذا كذا، اكتب انت الباقي. الموضوع صار يعني من المؤسف ان احنا دلوقتي المشروع الكبير يبقى مرادف عندنا على انه سلعه تجاريه. أيوة. كل ما يكبر كل ما يرخص حرفيا. شكرا. كل ما يكبر كل ما يرخص فعلا. رساله سوداء جميله بنختم بيها اللقاء الجميل ده. طيب يا جماعه احنا فتحت الكاميرا ومع براء الفكره الاساسيه ان احنا كنا نلاقي حاجه نقولها في الاول وكنا عارفين ان الحوار هيسوق نفسه بعد كده، وده اللي حصل. المهم ان انا عاوز اقول لك قد ايه انت منور مصر، وقد ايه انا مبسوط بان التجربه ديت مش بتخليك تسيب شغفك الاساسي، ومبسوط جدا وفرحان جدا حتى ما سالتكش على الموضوع ده، بس انا عارف يعني انك مش ما بتسيبش اليوتيوب. نو واي ان دي يا مان، انا ادين ليوتيوب بكل حق بكل خير انا فيه، اقسم بالله يعني ما يتصوروا. انا ادين ليوتيوب بالكارير تبع التمثيل والكتابه ووجودي في الاندستري، ادين ليوتيوب باسفاري ومقابلاتي لاصحابي والناس اللي بشوفها في الدنيا، ادين ليوتيوب بثقافه الشخصيه عن الافلام، يعني انا لو ما هتكلم عنها ما كنت هتعلم قد كده. فيوتيوب انا معايا كاميرا صغيره وهذا وشايف. هو انت قلت الحكايه دي قبل كده ولا لا؟ انت حكيت لي النهارده انت ازاي جالك الدور بتاع شمس المعارف. انت قلت الحكايه دي قبل كده؟ يمكن حكيتها قبل كده. طيب للناس اللي ما تعرفش الدور جاله من اليوتيوب، يعني ال- 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 السكتشات العظيمه اللي هو كان بيعملها في بدايه الحلقات بتاعته هي اللي لفتت نظر الاخوين قدس، لان هو عنده موهبه تمثيليه وفكروا فيه وجابوه عملوا اوديشن والعمليه نجحت. مستحيل تلاقيني عملت اي حاجه وسبته. لا طب والله كويس ان احنا طلعنا برساله ايجابيه للناس بدل السواد اللي احنا كنا. شكرا. يا جماعه ان زي ما براء قال في نص الكلام ان الادوات بقت اكسسبل وان الدنيا متاحه للجميع دلوقتي، واللي حاسس ان هو مش عارف يطلع السلم الضخم قوي للسلعه الرخيصه قوي اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي، خليك تحت والسلعه لسه غاليه، وعبر عن نفسك، ولو عبرت عن نفسك صح هتلاقي الناس الصح. حلو. انا واشربوا اللبن قبل ما تنام، وما تشربوش سجاير اكتر من 2 في اليوم، اكتر من كده هيبقى زي حاسس ان انا فجاه بقيت في برنامج توعيه ما اعرفش. بس لا بجد ده مهم يا جدعان. لحد قبل اللبن ده حكم سجلوه، اقسم بالله اقسم بالله اللي فعلا. والمثال اللي عندي مش براء بس يا جماعه، يعني ممكن ابقى احكي لكم بعد كده على ناس كتير عشان تعرفوا لما عبروا عن نفسهم واخلصوا في شغلهم وانتجوا كتير في ادوات الابداع المتاحه تحت ايديهم اللي هي يوتيوب او الكونتنت كريشن تولز ونتوركس اللي احنا كلنا عارفينها واللي بنشتغل عليها، لما عبر عن موهبه حقيقيه الخير اللي جاله من وراها شكله عامل ازاي.
حبيبي يا نود، ربنا يسعدك، نورتنا حبيبي على عيني. يلا باي باي.